بدات تكون دراسه تقنيه تبين لهم شنو هي المعطيات الخاصه بالمشروع ديالهم بناء على الموقع يعني النقطه المائيه سواء كان بير او فراج، وشنو هو الكميات المياه المطلوبه يوميا بناء على شنو تيشتغلوا فيه من ناحيه الفلاحه سواء كان اشجار سواء كان حواميد سواء كان انواع فلاحيه اخرى. هذه المعطيات هذو ضروري خصها تكون موجوده، تم الدراسه التقنيه في طريقه صحيحه وتعطينا المعلومات على المضخه الشمسيه كيفاش غتكون. لابد الفلاح او التعاونيه تاخذ بعين الاعتبار تكلفه الاستغلال، يعني ما نساوش بان المضخه الشمسيه غتشتغل لمده 20 سنه، وهاد 20 سنه يعني كاين بعض الاجزاء اللي خصها تبدل، بحال البومبا ما غاديش تخدم 20 سنه، غتخدم واحد 6 سنين 5 سنين على حسب النوعيه ديال الماء وعلى حساب النوعيه ديال الاشتغال ديالها. اذا هذه الكلفه هذه كامله كان خصنا ناخذوها بعين الاعتبار باش نعرفوا واش هاد المضخه الشمسيه اقتصاديا عندنا يعني المردوديه لها موجوده. جميع الدراسات وجميع الورشات اللي درنا فكتبان بانه المردوديه ديال المضخه الشمسيه مع الاخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات انه كتكون المردوديه مهمه بالمقارنه مع المضخات اللي كتشتغل مثلا بالمازوت او لا كتشتغل بوطاغاز او لا كتشتغل بالضوء لي بومب الكتريك اللي كيكونوا مرتبطين بالشبكه، كتكون ما بين 3 سنين ونص حتى 4 سنين 5 سنين الوقت فوقاش كيرد الفلاح او التعاونيه او الجمعيه التكلفه اللي دارها في اليوم.